هذه 19 عام تقريبا دارت بلادنا تغيير كبير في قانون الاسره المغربيه المعروف بالمدونه. ملي كنقولوا قانون الاسره المغربيه هي الاساس ديال المجتمع، فهذا معناه القانون كيضمن حقوق الاطفال وكيحمي المراه اللي هي الاساس ديال كل اسره. 19 عام هي مده تطورت فيها بزاف ديال الامور في المجتمع المغربي، وبالتالي من العادي ومن الطبيعي اننا نطوروا اهم قانون على الاطلاق اللي هو قانون الاسره. ايضا الساده الحضور، الاسره المغربيه ديال المدونه الاحوال الشخصيه سنه 1957 ماشي هي الاسره ديال 2004 تاريخ اخر تعديل للمدونه، وماشي هي الاسره المغربيه ديال 2023. كانت الادوار مبنيه على الراجل مكلف بالخدمه برا الدار والمراه مكلفه بالدار. كانت الاسره المغربيه ممتده وكبيره ومكونه من عدد ديال الخوت والزوجات ديالهم وولادهم، ولكن الامور تغيرت اليوم وانتقلت من واقع الاسره الكبيره الى اسره صغيره فيها الاب خدام والام كذلك خدامه. هذا معناه ان المراه ولات مستقله فكريا وماليا ومساهمه الثروة ديال الأسرة. مع التطور اللي عرفوا المجتمع، بعض القوانين ديالنا للأسف ما تطورتش وما كانتش منصفة. كان وما زال حي في الاستثناءات اللي عطيناها القضاة باش يزوجوا القاصرات. كان وما زال حي في توزيع خيرات ومنافع الأسرة. كان وما زال ظلم للمرأة المطلقة الحاضنة في موضوع النيابة الشرعية. المرأة المطلقة بغات تصاوب ولادها الباسبور كيكون مشكل. بغات تسلل ولدها في إقامة فنية أو رياضية أو علمية خارج المغرب مشكلة. بغات تحل حساب في البنكة اللي يمشي ثانوية بعيدة على المدينة ديالو كاين مشكلة. زيد عليه وضع المعلقات اللي هما نساء بينه وبين ما مزوجات ما مطلقات، لأن المساطر القضائية المعقدة خلتهم في وضعية لا هما هنا لا هما هنا. ناهيك على المشاكل المرتبطة بإثبات النسب وما ينتج عنها من مآسي وفظاعات اجتماعية. السيدات والسادة الحضور، باش ما نطولش عليكم أكثر، ظروف المغرب اليوم مواتية للتغيير. علاش؟ أولا لوجود إرادة ملكية ثابتة ومستمرة لتطوير قوانين الأسرة. ثانيا لأن قيمة المساواة بين الرجل والمرأة اللي منصوص عليها في الدستور ولا عندها جمهور كبير داخل المجتمع المغربي. ثالثا لأن حزب التجمع الوطني للأحرار والتنظيمات الخاصة ديالو كالمرأة التجمعية وحلفاء الحزب في الحكومة عندهم قناعة أن هذا الورش القانوني المجتمعي خاصو ينجح. وبما أننا في مدينة تيزنيت فخلينا نقولوا كما قال السيد النائب الغازي أن واحد من أعظم الاجتهادات الفقهية اللي انتصرت للمرأة هي اجتهاد فقهي ديال فقهاء أسس العلمة، والمقصود هنا فتوى الكد والسعاية أو ما يعرف بتمزات أو تهرة، وهي اجتهادات خرجت من هذه الأرض الطيبة في القرن العاشر الهجري عندما آمن العلماء الكبار بحق السعاية للزوجة ونصيبها من مال الأسرة التساوي. وآخر كلمة غادي نقولها، النساء ديال تيزنيت عندكم واحد السيدة عظيمة اللي خصكم تفتخروا بها لأنها كتمثلكم وكتشرفكم داخل قبة المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.